مرحب بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود الجميل ومواصفات هذا العود عندنا الوجه من السيدر درجة أولى قطعتين، صدف الأزرق الطبيعي حاضر معنا في زخرفة الشمسية والقمريات وفي المضرب وفي كتافة وفي إطار العود مثل ما احنا ملاحظين. راح نركز في التصوير أكيد عليه بعد قليل. الظهر عندنا من خشب السيسم الإفريقي بالكامل إضافة للزند والبنجوق. العود ركز أكيد بالتصوير أكثر على كل تفاصيله بعد قليل. المفاتيح والمسطرة عندنا من أبانوس درجة أولى. الزند عياري بالمناسبة، من هنا نقدر نتحكم بالدوسر وبعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة من خلال الشد والرخي. من هنا القياسات، هذا العود عندنا العرض 36، العمق 21.5، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.9. الأوتار عندنا من البيراميد لود دوزان بافا. خلونا نبدأ نجي لاختبارات مختلفة في هذا العود مثل ما تعودنا دائما. إن شاء الله نبدأ. Thank you.
وصلنا لختام عرض العود، بينا بكل مساحات صوتية. أكيد نجي للاختبار الأخير، العصر في الجربورتان.